بكم درس جديد من كتاب نشاط للثالث ابتدائي English for Iraq Third Primary Activity Book page 90 and page 91 صفحة 90 وصفحة 91 من Unit 74 من وحدة سادسة الدرس الرابع. درسنا هذا اليوم عنوان Read the Words and Write، اقرأ الكلمات واكتبها. قبل أن نبدأ درسنا هذا اليوم ونحل التمارين، إذا كنت تجيب القناة دمك لتراك القناة تفعيل جرس الانبهات وضغط زر لايك دعم القناة. مثل ما قلنا والتمرين عندنا read the words and write، اقرأ الكلمات واكتبها. عندك هنا صورة لسيارة وشاحنة ومدرسة ومنزل وطائرة وأيضا دائرة. نريد نقول هذه مثلا سيارة، هذه شاحنة، هذه مدرسة، هذا بيت، هذه طائرة، هذه دائرة. نريد نعبر عنهم بالإنجليزي، ايش نقول؟ This is a، شنو هي هذه؟ This is a car. This is a car. هاي شنو هي car؟ لو كات أكيد car. الكات قطة والكار سيارة. نريد نقول على هذه شاحنة، شو نقول؟ This is. شنو هي؟ A train لو a truck. A train لو a truck. أكيد راح تكون a truck، شاحنة. This is a truck. طبعا بكل جملة يخلي لك بشي مفقود، هنا مثل يقول لك بس الكلمة مفقودة، منطيك هاي This is a. هنا منطيك This is، مفقود الأ والكلمة. هنا This، هنا ما قال لك كل شيء، هنا ما قال لك كل شيء، هنا ما قال لك كل شيء. فيريد يعلمه طريقة كتابة جملة تعبيرية عن شيء ما. فمثل ما قلنا هسه This is a truck، كتبنا a والtruck، a truck. هذه شنية؟ This is a supermarket لو school، متجر لو مدرسة. This is a school. هذه مدرسة. هذا شنو؟ راح نعبر احنا عنه، طبعا كله مفقود، بس راح نقول This is a، شنو هذا؟ House لو mouse، أكيد house، منزل. عندنا هاي طائرة، شو حنقول؟ This is a plane لو park، طائرة لو متنزه، أكيد plane. This is a plane. عندنا هاي دائرة، شو نقول عليها؟ This is a triangle لو circle، triangle لو circle، أكيد circle، دائرة. فشو نقول؟ This is a circle. طبعا أنا حل التمارين مسبقا حتى ما يكون الفيديو طويل واختصر عليكم، انت تحاول تحلم عن طريق فهمك للفكرة وترجع تطابق حلك مع حلي، اذا عندك شيء غلط تقدر تصححه. هذا ما يخلص صفحة 90، عندنا صفحة 91 look and write، انظر واكتب. How do you go to school؟ شلون تروح المدرسة؟ How do you go to school؟ طبعا by bus عندنا كم واحد يروح بيها؟ عندنا 9 by car كم واحد؟ 3 on foot 7 by bike 5. فعندنا هنا راح يقول لنا 5 children go to school، 5 children، 5 أطفال go to school by، شلون يروحون 5 أطفال؟ by bike. عندنا هنا 5، هنا 7، هنا 3، وهنا 9. فيقول لنا خمس أطفال يروحون للمدرسة باي شنو؟ باي بايك، بواسطة البايك. هسه هنا عندك مفقود الرقم، وعندك children، وعندك باي باص، عندك باي باص. أول شيء كم واحد يروح باي باص؟ 9. راح نكتب 9 children. شو نقول؟ go to school. هاي مفقودة كلها عندنا، باي شنو؟ باي باص. عندنا 3، عرفنا انه هاي 3 تابعة للباي كار. 3 children go to school by car. عندنا هنا foot على القدم، وين هالفوت؟ on foot، على القدم. فاذا 7 القدر على القدم، 7 children go to school on foot، 7 اطفال يروحون للمدرسة على الاقدام.
عندنا I go. هسه أنت تكلم عن روحك، شلون تروح المدرسة؟ أنا راح أقول مثلا I go to school by bike. أنا راح المدرسة by bike. أنت اختار طريقة أو وسيلة نقل تناسبك. هاي طريقة حل هذا التمرين بكل سهولة. هذا كل ما عندنا هذا اليوم. أتمنى تكون استفدت. بنعجز لا تنسى تشترك بالقناة وتفعيل جرس الانبهار وتضغط زر دعم القناة. إلى اللقاء في جرس آخر.